بمهارة وإتقان وبأيد ومواد سورية، يحافظ أصحاب هذه الورشة على مهنتهم في صناعة الرخام. هذه المهنة التي استعادت عافيتها بعد تحرير مدينة حلب، لتساهم هذه الورش في مشاريع إعادة الإعمار لمدينة حلب الشهباء. الحمد لله رجعت الأمور، مصلحة الرخام مصلحة متطورة وعريقة وكبيرة جدا، وبفضل سواعد الجيش العربي السوري وإنجازاته العظيمة خاصة في حلب، رجع إن شاء الله الأمن والأمان لربوع الريف الشمالي بحلب. ونحن كمصلحة رخام بشكل عام مصلحة متطورة ويعني قديمة جدا يعني، والحمد لله رب العالمين باشرنا عودة الإنتاج، باشرنا نرجع نشتغل، عم ننتج كل أنواع مثلا خط عربي، شلالات، أمور يعني زخرفة، حجر، الحمد لله رب العالمين. عم نحاول نطور ونحدث بشكل يومي وبشكل سريع يعني مع مواكبة مع الأمور اللي عم تصير عنا بالوقت الحالي. الأمور جيدة، بلشت بتحسن خاصة بعد تحرير حلب. يعني هذا الموضوع كان يعني له أهمية كبيرة كبيرة تحرير حلب، والأمور الحمد لله بخير، والعمل كل ما لا على أحسن، كل يوم عن يوم يعني عم بيصير في حركة إعمار أفضل. مهنة رغم صعوبتها والوقت الذي تحتاجه، إلا أن أصحابها يتوارثونها ويطورونها من خلال المواد والتقنيات الجديدة، ليكون المنتج الحلبي منتجاً متميزاً يعتمد بشكل أساسي على البضاعة الوطنية، والتي امتلكت صفات جعلتها تتصدر العمل.